عالم التنوع والاختلاف في قوة. كان عندنا هدف أساسي إن كل الناس تبقى جزء فعال في التطور. عشان كده في العشر سنين اللي فاتوا اهتمينا جداً بتمكين القادرون باختلاف. بدأنا بقوانين في الدستور تضمن حقوقهم وتحدد واجبات الدولة ناحيتهم، زي إن نخصص نسب من الوحدات السكنية والوظائف وحتى الأماكن في المواصلات العامة، وكمان نقدم لهم مساعدات مالية كل شهر. وبعد كده أسسنا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووفرنا لهم مكاتب تأهيل في المحافظات عشان تلبي احتياجاتهم، ودي كانت مجرد بداية دمجهم في التعليم اللي بعدها بقى فيه أكتر من 120 ألف طالب وطالبة في مدارس الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعملنا مركز الطلاب ذوي الإعاقة في 5 جامعات ووفرنا لهم دعم مالي في 18 جامعة مصرية. بعد كده جه دور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ودي ساعدت في تنفيذ مبادرات وأنشطة علمية على مستوى مصر. وافتتحنا المركز التقني لخدمات متحدي الإعاقة، وده الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بس اهتمامنا بيهم ما كانش في القوانين والتعليم وبس. النهاردة بقى في قوانين بتلزم المباني إنها تراعي الكود الهندسي المصري اللي بيضمن سهولة حركتهم، وعشان صحتهم هي أغلى حاجة عندنا عملنا قوانين بتضمن لهم العلاج والتأهيل سواء الطبي أو النفسي، ووفرنا مراكز صحية ملتزمة بأعلى معايير الجودة. القوانين ما كانتش الطريقة الوحيدة اللي قدرنا بيها ندمجهم، لكن كمان المبادرات الرئاسية. عشان كده في سنين قليلة مصر تم اختيارها ضمن أهم 10 دول على مستوى العالم في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ده غير إنها قدرت تحفز المبتكرين وشركات البرمجيات إنهم يطوروا برامج وتطبيقات لأصحاب الهمم بالعربي. ولأول مرة في تاريخ مجلس النواب كان بيضم 9 نواب منهم 8 منتخبين من ذوي الهمم، وفي وقت قليل قدرنا نعمل لهم خدمات وتسهيلات أكتر زي صندوق عطاء أو صندوق استثماري خيري مفتوح لدعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وبطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم اللي بتقدم لهم ميزات في كل جوانب الحياة. ووفرنا 216 مكتب تأهيل في المحافظات عشان تساعدهم في أي إجراءات محتاجينها. ولأن مش ناسين أحلامهم ومواهبهم، بدأنا الملتقى الدولي لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة واللي شهد مشاركة 27 دولة عربية وأجنبية، واكتمل حصاد الإنجازات بأكبر عدد من الميداليات الدولية في معظم الألعاب الرياضية لكبرى البطولات البارالمبية. وزي ما فكرنا فيهم فضلوا فاكريننا، لأن مصر ما بتنساش حد، وعشان كده العشر سنين اللي فاتوا كانوا مجرد بداية لرؤية 2030 واللي بيها هنقدر كلنا نبني ونعلي اسم مصر.